الحوشي، تقني متعدد التخصصات تابع لمديرية الزبناء بتطوان، التحقت بأمانديس سنة 1984. المهمة الرئيسية ديالي مكلف بجميع العمليات التقنية متعلقة بعدادات الماء والكهرباء، حال تركيب العدادات أو استبدالها، ثم كذلك المراقبة التقنية وإعادة الربط أو القطع لعدم الأداء. العمل ديالي في الغالب كيكون في الميدان، كنراقب العمليات ديال الغوص والاحتيال، كنبلغ بالحالات اللي كنضبطها. أنا واحد من ثلاثة ديال التقنيين متعدد التخصصات ملحقين بالوكالة القدس، وكنعمل يوميا بالتعاون مع المكلفين خدمة الزبون بالنسبة لجميع العمليات والتدخلات اللي كيتم إطلاق ديالها، كما كنعمل مع المصالح التقنية لأمانديس لتغيير العدادات. كنخدموا في واحد الانسجام كبير، الهدف ديالنا الأساسي هو إرضاء الزبناء. بالنسبة لي كل يوم في أمانديس مختلف عن الآخر، والعمل ديالي كيتطلب كثير من الاستقلالية والتنوع، ما كاينش الروتين، وكل يوم عندي جدول زمني مختلف فيه بزاف ديال المهام اللي كنقوم بها بنشاط ومسؤولية. أنا فخور بالانتماء لعائلة أمانديس وبالخصوص مديرية الزبناء اللي كتعمل باستمرار على ضمان تقديم أفضل وأجود الخدمات إلى كافة زبنائنا.